شكرا لزميلنا الرائع ماجد الأسدي على لقاءاته. وهل تساهم التربية الدينية في تربية الأبناء في ظل مواقع التواصل الاجتماعي؟ سمعنا بعض الإجابات، وكان هذا السؤال أيضا موجود على منصة الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية، وجدنا إجابات عديدة بخصوص هذا الأمور، خلي أسميها مشاركات. وبعض من هذه المشاركات مشاركة من الأخت نور قاسم، تقول يفضل مراقبة الأطفال، أغلب الأطفال يقلدون الأهل بكل تصرفاتهم، لأن الطفل يقلد كل ما يفعله الأب أو الأم، لذلك كون ناخذ الحذر ونراقب ما يقوم بفعله الأطفال أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بتعليمهم أشياء ومحتوى مفيد لأعمارهم، بعيد عن التحريض أو العنف أو الكراهية أو العدوانية. نعم يا محمد، خادمة الحسين علقت لنا على منشورنا بالفيسبوك بخصوص هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، للتربية دور كبير في تحسين عقول أطفالنا، وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: تحدثوا لأبنائكم قبل أن يسبقكم أحد، أو معنى الحديث كذلك. فإذا ترسخت في عقولهم الأسس الجيدة والأخلاق الحميدة، أصبحت نفوسهم نقية لا تخرقها أدران الفساد، ومهما كانت فتكون لها حصانة ذاتية، ومع ذلك فلا يتركوا يعني يكون معهم في خطوات متفاوتة وحسب الحاجة. وكل ذلك هو كل هذا بعين الله لنحظى بأفراد ينفعوا أنفسهم وينفعوا المجتمع، ويكونوا عناصر خير ونماء وسعادة وأكبر اجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس مع الدعاء بالتوفيق. فكل الشكر بعون الله وتوفيق. شكرا لخادمة الحسين. أم علي أيضا بتعليق لها على منصة الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية، تقول: نعم، يمكن أن تحافظ عليهم، يعني التربية الدينية، شرط ألا يكون الوالدان مثل سيء في الانكباب على الموبايل والطلب من الأبناء تركه. فالتربية الدينية تفتح آفاق واسعة أمام الصبي، أخذ القدوة الحسنة من أهل البيت، عدم هدر الوقت وضياعه فيما لا يجدي من باب الإسراف. شكرا لتعليقاتكم ومشاركاتكم، وأتمنى إن شاء الله يزيد تفاعلكم أكثر، لأن هذا إن شاء الله سنتحدث به بشكل مباشر مع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية كتعليقات. ويبقى الكلام بين قوسين: التربية الدينية بفرعيها الأحكام الشرعية والأخلاق مفيدة جدا لأبنائنا، بل هي مفيدة لكل الفئات العمرية، خصوصا إذا التزم الإسلام بهذه التعاليم وحولها إلى تطبيق بعيدا عن لقلقة اللسان، لأن هذا التطبيق راح يوصل إلى مرحلة دائرة الرضا الإلهي. أنا شاكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة في هذه الحلقة الصباحية من برنامجكم صباح كربلاء، وأشكر زميلي الرائع مالك السراج كان معي في تقديمها. أسأل الله له التوفيق والسداد، والشكر موصول لأخوتي جميعا زملائي في كادر قناة كربلاء الفضائية، أسأل الله لهم التوفيق والسداد دائما وأبدا. شكرا محمد، اليوم كانت حلقة يعني جميلة ممتعة. أكيد لا ننسى بأنه ننوه بأنه سادة المشاهدين تابعوا هذه الحلقة وحلقات المقبلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. لا ننسى سؤال التفاعل، وأكيد تعليقاتكم تهمنا بشكل كبير. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي محمد اليوم اللي مشرفنا، وأكيد مع كل كادر صباح كربلاء. في أمان الله. ناطر ضوى فجري، عتابي من محي يهواك يا عمري يا عمري، عتابي دموع يجري لك نهار صبر.